إذا صليت في الليل صلاة التطوع يعني تقريبا قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة، وأخشى إذا نمت أن تفوتني صلاة الصبح، لذلك أظل مستيقظا بعد الانتهاء من صلاتي أنتظر صلاة الصبح، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا عمل جميل، طبعا أنك تصلي من آخر الليل ما تيسر، ثم تجلس تذكر الله عز وجل وتستغفر أو تقرأ القرآن، تنتظر بذلك صلاة الصبح وخوفا من النوم، هذه مواصلة للعمل الصالح وانتظار لأداء الفريضة، فأنت على أجر وعلى خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.